السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله الفيديو ده هنحل فيه شوية اسئلة على الدرس التاني في الترم التاني، درس البريشر. يا ريت برضو نجهز ورقة وقلم ونحاول نبص كده على السؤال قبل ما نقول الاجابة. اول سؤال بيقول لي two solid body are made of two different metals placed on a horizontal surface as shown in the figure. If the resulted pressure R equal البريشر بتاع الاوبجكت 1 equal البريشر بتاع اوبجكت 2. عايز الريشيو ما بين زير دينستيز. الناس اللي ما بتقراش الكلام ممكن تبقى شايفة ان ده بريشر على بريشر، لا ده دينستي على دينستي، فياريت نقرا الكلام كويس. طيب عايز ريشيو دينستي على دينستي. لو بصينا على الشكلين هنلاقي ان الهايت واحد وحتى الويتس ده واحد، هنا ال وهنا ال، الويتس واحد فوق تو اريا تحت اريا، هنا تحت تو اريا وفوق اريا، يعني اكنهم نفس الشكل بس مقلوب. طيب نفس الشكل بس مقلوب ده يعني الفوليوم بتاعهم هما الاتنين ماله ايكوال. اما بنيجي نعمل ريشيو بندور على قانون في الجيفنز اللي عندنا، هنلاقي ان الاختلاف بس في البيز اريا، ده محطوط على البيز اريا الكبيره، ده محطوط على البيز اريا الصغيره. طيب ايه القانون اللي فيه بريشر واريا وفوليوم؟ تعالوا كده نفتكر القوانين مع بعض. كان يا اما الويت على الاريا، يا اما ام جي على الاريا، يا اما دينستي في فوليوم في جي على اريا، يا اما الاخير اللي هو رو في اتش في جي. هنستخدم ده لان فيه كل الجيفنز اللي معانا. طيب ناخده على جنب كده عشان نشوف مين دايركت مع مين ومين انفرس مع مين. احنا عايزين الدينستي. الدينستي دايركت مع البريشر، يعني بريشر 1 على بريشر 2، والبريشر ملتبلاي في الفوليوم فهو انفرس مع الفوليوم، يعني في 2 على في 1، وملتبلاي في الجي هي كده كده الجي رقم كونستانت فمفيش جي 1 وجي 2، ودايركت مع الاريا، يعني هنا اريا 1 واريا 2. هو قال لي البريشر ايكوال واحنا لقينا الفوليوم ايكوال والجي ايكوال، يبقى اختلاف الدينستي جاي من اختلاف الكونتاكت اريا. اريا 1 از اريا واريا 2 از 2 اريا. ناكد ان احنا خدنا الاريا اللي تحت الكونتاكت اريا، ده كده معناه ان الدينستي على الدينستي بهاف. يعني معنى كده ان الشكل الاولاني او الفجر الاولاني او السوليد الاولاني ده الدينستي بتاعته اقل من التاني، عشان كده اما اتحط التاني على البريشر على الاريا الكبيره وده اتحط على الاريا الصغيره الاتنين ادوني نفس البريشر. السؤال اللي بعده قال لي the opposite figure show the area and the height of the group of bricks which are placed on the same horizontal plane، ومسمي لي الماسز بتاعتهم اس كيو وزد، ده الماس بتاع كل واحد والاريا والهايت على الرسمه. قال لي معمولين من same material يعني same density، بس زير دينستي هاف بتاع المادة تي، يعني ده لو تو دينستي فده دينستي وده دينستي وده دينستي. بدل ما نفرض ان ده دينستي ودول هاف، لا احنا ما بنحبش الفراكشن، نخلي الكبير تو دينستي والباقيين يبقوا وان دينستي وان دينستي وان دينستي. قال لي then the two masses which affect the plane by the same surface. احنا كده هنضطر ان احنا نشتغل في قانون البريشر اللي هو رو في اتش في جي اربع مرات. هنجيب البريشر بتاع زد والبريشر بتاع كيو والبريشر بتاع اس والبريشر بتاع تي ونشوف مين اللي هيبقوا زي بعض. اول واحد اللي هو زد الدينستي از دينستي والهايد ثابت والجي ثابته. تاني واحد الدينستي اهي والهايد والجي برضو ثابته. بعد كده الاس هتلاقي ان هو دينستي في تو هايت في جي، يعني تو رو اتش جي. التي كان كده كده تو رو، وادي الهايت وادي الجي، فهو ده زي ده، يبقى الاجابة تي واس. طيب ما احنا برضو عندنا الزد والكيو طلعوا قد بعض، ده 1 رو جي اتش وده 1 رو جي اتش، بس ما فيش ولا اجابه من الاجابات فيها كلمه ان زد زي الكيو، عشان كده اخترنا التي والاس.
السؤال اللي بعده بيقول لي ان زاوزت فيجر الكيوبويد از بليسد اون هوريزونتال سيرفيس والدايمنشن بتاعه البيز بتاعته 10 في 5 وساعتها كان عامل بريشر اسمه بي على السيرفيس. عايز اللي تشينج في البريشر على السيرفيس لو البيز الدايمنشن بتاعته اتغيرت وبقت 20 في 10، يعني الاريا زادت يبقى البريشر التاني هو الاقل. اللي تشينج دي هنحسبها ازاي؟ اللي تشينج احنا عارفين او الديفرنس يعني ماينس، يبقى لازم اجيب بريشر 1 وبريشر 2 واعملهم ماينس. طب بريشر 1 عندنا بي، يبقى لازم اجيب بريشر 2 ايكوال قد ايه من البي نفسها وبعد كده اجيب اللي تشينج او الديفرنس او الدلتا. طيب بريشر الحاله الاولانيه كان الويت على الاريا، يعني الويت 5 في 10 يعني ويت على 50، ده اللي كان ايكوال البريشر. طب البريشر في الحاله الثانيه نفس الويت لان الكيوبويد ما اتغيرش بس البيز اريا هي اللي اتغيرت، بقت 10 في كام؟ 10 في 20، يعني كانها ويت اوفر 200، ده ايكوال بي 2. طيب نعمل الاثنين دول ريشيو مع بعض، نعمل بي 2 اوفر بي ايكوال دبليو على 200 ودبليو على 50 يعني ايكوال ربع، وده بي 2 على بي 1. نعمل كروس مالتيبليكيشن هنلاقي ان بي 2 بقت ربع البي، دي كده البي 2. طب واحنا اصلا بي 1 كانت ايكوال مين؟ ايكوال بي، يبقى اللي تشينج اللي هو عايزه هنعمل قلنا ديفرنس، نعمل الكبير ماينس الصغير، يعني بي ماينس ربع بي يبقى 3 ارباع البي، ده كده اللي تشينج اللي هو عايزه. لكن هو كان لو كان عايز البريشر الثاني ايكوال قد ايه بالنسبه للبريشر الحاله الاولانيه كان هيبقى الربع. كيبويد بيلر الويت بتاعه 18 في 10 باور 4 نيوتن محطوط على سموث وودن فلور، الهايت بتاع البيلر 4 متر والدنسيتي بتاعت الماتيريال 6000 كيلو جرام بير كيوبيك متر، وعايز يحسب البريشر ومديني الجي ب 10، وحتى لو مش مداني ب 10 هنحسبها احنا ب 10. طيب البريشر كان ايكوال ايه؟ رو في اتش في جي، ومعانا الرو معانا الاتش ومعانا الجي، الرو ب 6000 والاتش ب 4 والجي ب 10، ده هيطلع 24 جنبها 4 اصفار، وطبعا نيوتن بير متر سكوير. طيب لقينا رقم شبه اهو بس تايم 10 باور 4، يبقى هنضربه في 10 باور كام؟ نيجاتيف 4. دي كده خطوه على الكالكوليتور مش هتتكتب، ليه؟ بحيث ان الرقم اللي هيطلع لي ده ابقى متاكد ان جنبه كام؟ 10 باور 4 اللي هي الاجابه سي. الله، امال هو كان مديني الويت ليه؟ لا ده كان اشتغاله بس. يا ريت لو في اي سؤال تاني او اي نقطه واقفه في السؤال في الدرس ده ابعتوها على طول على الواتساب، مستني كومنتاتكم. السلام عليكم.